حبايبي الحلوين، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم عم بشاره على الهوا. عم بشاره على الهوا ومعاه اربع ضيوف اصدقائنا اولاد وبنات عسلات، ومعانا انكل مايكل. ازيك انكل مايكل؟ ازيك يا عم شاره؟ وحشني جدا. انت كمان وحشني جدا. النهارده متحمس ومتفائل وحاسس الحلقه ان شاء الله تبقى جميله ونفرح كلنا بيها. النهارده عندنا يمكن صحاب نتعرف عليهم معاك، وبرحب الاول بكل اصحابنا بيتفرجوا علينا النهارده في حلقتنا، وهم يا رب كمان ينبسطوا ويفرحوا معانا زي ما احنا متحمسين نفرح. تمام. معايا كرولوس عاطف على شمالك، بس كرولوس. مش اخوك. لا مش اخوك، بس اخويا يعني تشابه اسماء بس. احنا كلنا اخوات طبعا، او نقدر نقول ولادنا دول يعني، مش كده؟ اصدقائنا، اخواتنا الصغيرين، ولاد اي حاجه. ومعانا مارينا جرجس. ازيك يا مارينا؟ لا صوتك يعلى. ازيك؟ ايوه كده، صح صح. اموره. وعلى شمالي جولينا ماريو. ازيك يا جولينا؟ شايف الابتسامة الجميلة دي؟ لا جولينا الجميلة. وعلى يميني يوسف نسيم. ازيك يا يوسف؟ كويس عم بشارة، وانا مبسوط انك كويس. راجل جدي ده، عملي شكله. اتعودنا مايكل في بداية الحلقة يا بنقول حدوتة، يا بنقول شوية معلومات، يا بندردش في موضوع من الموضوعات. النهاردة هتكلم شوية عن شخصية لا هي من الكتاب المقدس، ولا هتكلم عن شخصية كان لها أثر مهم قوي في حياة العلم وفي حياة الاختراع وفي حياة البيزنس كمان والشركات. هنتكلم يا أولاد عن توماس أديسون. توماس أديسون مين؟ توماس أديسون ولد، اتولد زي أي حد. هو اتولد في مدينة اسمها ميلان في أمريكا، ودخل المدرسة زي كل الأطفال. بعد فترة من دخول المدرسة ابتدى يبقى عنده مشكلة صعبة قوي، ان هو كان سمعه ضعيف جدا، كان عنده مشكلة في السمع نتيجة عيب كده خلقي. فبسبب المشكلة دي تحصيل الدروس عنده صعب، مش عارف يواكب مع الولاد لانه مش عارف يسمع مدرس. المهم حصل شوية مشاكل كده خلته ما قدرش يستمر في المدرسة. مامته ما سابتوش يعني، علمته في البيت، وكانت بتجيب له مدرسين وهي ساعدته، تعلم قراءة وكتابة وتعلم. عايز أقول لك يا مايكل،
انه ابتدى يبقى اكثر تفوقا من الولاد اللي في المدرسه نفسه. كان حد جينيوس قوي في تحصيل العلم، وحتى وهو في البيت ما بيروحش المدرسه. هو كان نفسه يحقق ذاته، كان ولد يعني عارف مثابر، بيحب يبقى ليه دور في الحياه، ليه دور في المجتمع. في وقت من الاوقات انتقلوا لولايه تانية، هي اسرته كانت متوسطه الحال شويه، يعني حالتهم الماديه مش قد كده. انتقلوا لولايه تانية، والولايه دي كمان الولايه دي كان برضه حال يعني ولايه فقيره شويه، ما فيهاش اعمال كتير وما فيهاش فلوس كتير. فابتدى هو يساعد اسرته، اشتغل حاجات كتير قوي يا مايكل. كان من اهمها انه كان بيبيع حلويات، وكان بيبيع صحف في محطة القطر. شغله في محطة القطر يعني اخذ فيه فترة مش قصيرة، ومرت عليه مواقف كتير قوي في محطة القطر. من المواقف مثلا انه في يوم من الايام قدر ينقذ طفل كان قطر هيدهسه وهو داخل على رصيف المحطة. فوالده والد الطفل ده كان من رجال الاعمال، كافئه بانه علمه الشغل على آلة التلغراف اللي هي بنرسل بيها رسائل، حاجة آلة قديمة كده بنرسل بيها رسائل من بلد لبلد وهكذا. اتعلم على آلة التلغراف دي انه يبقى عامل تلغراف ماهر جدا، واكتسب من ورا الشغلانة دي فلوس لانه كان بيتنقل من مكان لمكان اشتغل كعامل تلغراف. ده بسبب شغله في محطة القطر. بسبب برضو شغله في محطة القطر يبيع صحف ويبيع حلويات، ابتدى يعمل حاجة زي نشرة أسبوعية يبقى فيها أخبار البلد اللي هو فيها والولاية، وانتشرت النشرة دي وبتتباع وبتجيب له فلوس. لحد ما في يوم من الأيام بقى ابتدى يتجه إلى الاختراعات، وكان أول وأهم اختراع عمله التلغراف اللي اشتغل عليه. ابتدى يتعلم إزاي يطوره، يعني عمل جهاز مطور من آلة التلغراف، باع منه كتير قوي، وبقي ابتدى يتحول بقى لرجل أعمال يعمل مشاريع ضخمة جدا واختراعات ضخمة جدا فادت المجتمع كتير. كان ليه صديق مثلا مهندس كهرباء، ابتدوا يشتغلوا على انهم عملوا مثلا السكة الحديد اللي بالكهرباء. احنا عارفين في الفترة دي كان القطارات كلها بتمشي يا بالديزل يا بالفحم اللي كان قبل منه، فهو ابتدى يعمل قطارات تمشي بالكهرباء. اخترع حاجات كتير جدا، زي قلنا التلغراف، قلنا التليفون، اللمبة المتوهجة. احنا عندنا دلوقتي عارفين يا اولاد في حاجة اسمها الليدات بقى اللي بنجيبها اللي هي موفرة الكهرباء، دي اختراع حديث شوية. في كان اللمبة المتوهجة اللي هي الازاز الشفاف ده وجواه سلك تنجسترام ده او تنجسترام اللي بيشتعل جوه وبيدي ضوء. كان هو اللي اخترعها. اخترع حاجات كتير قوي كمان، منها قلنا المصباح المتوهج، اسلاك الكهرباء، المنظار المكبر كان من الحاجات اللي اخترعها. باختصار بقي راجل فظيع جدا في كرجل اعمال، عمل شركات كتير، أنشأ حوالي 14 شركة، خد نياشين وأوسمة كتير من الدولة نتيجة الاختراعات اللي أفادت المجتمع. عايز أقول لك إن كان في جوائز باسمه، يعني مثلا جائزة سي مثلا المخترع الصغير باسم توماس أديسون، جائزة مش باسم توماس أديسون نتيجة مشواره العملي في الحياة. أنا حكيت الحدوتة دي قصد منها حاجتين يا مايكل مهمين قوي، يا ريت أصدقائنا ياخدوا بالهم منها، وبالذات كمان اللي بيتفرجوا علينا. رقم واحد الإصرار، يعني برغم صعوبة بدايات الحياة عند توماس أديسون إلا إنه كان مصر يبقى حاجة. وأكم من ناس يا مايكل انتهت بيهم الحياة على إنهم ناس عظام جدا، كانت بداياتهم في منتهى التعب وفي منتهى الفقر وما كانوش لاقيين. ويمكن الاحتياج ده ولد عندهم اصرار قوي جدا خلاهم يبقوا حاجه. مع توماس اديسون كان في عامل تاني مهم جدا، التشجيع من امه.
يعني امه كان ممكن مثلا ست تانيه تقول لك هو سمعه دي حاجه بقى من عند ربنا هعمل ايه وخلاص فشل في دراسته ويعيش حياته ياكل ويشرب يشتغل اي حاجه وخلاص. لا دي اصرت انه ما يحسش انه مختلف عن الولاد اللي ساب المدرسه وسابهم بيتعلموا جوه المدرسه بل بالعكس تفوق عليهم. امه بصراحه يعني كانت تستحق أوسمة كتير هي كمان لانها انا شايف انها كانت اهم الاسباب اللي وصلته لانه يبقى توماس اديسون اللي اسمه متداول على كتير جدا من البراندات لغايه النهارده توماس اديسون. دي كانت قصته يا اولاد، ايه رايكم فيها؟ حلوه؟ هل في حد فيكم نفسه كده يبقى حاجه عظيمة لما يكبر يعني ولا خلاص نتعلم وناخد معاه العالي ونشتغل وخلاص؟ كله رفع ايده البنات مش طب الولاد. طب نفسك تبقى ايه اما تكبر؟ ايه؟ ظابط. ظابط نفسه بصابط. يبقى ظابط. وانتي؟ ايه؟ قديسة. عايز تبقى قديسة. نفسها تبقى قديسة. حلو أمورة. وجولينا جونيما عايزة تبقى مرنمة ولما تسمعوها بعد شوية هتتأكدوا إن هي اختيارها صح. ويوسف نفسك تبقى ايه؟ انا كنت نفسي ابقى باشمهندس. نفسه يبقى باشمهندس. يعني مهندس برضه بس باشمهندس. طب تعالوا نشوف ليه جولينا قالت انا نفسي ابقى مرنمه. جولينا انت دلوقتي حطيتي نفسك في اختبار قدام اصدقائنا اللي بيتفرجوا عليكي. هم عايزين يشوفوا انت تستحقي انك تبقى مرنمه مشهوره ولا لا؟ تعالي نسمعهم صوتك وهم يحكموا عليكي، اوكي؟ هتسمعينا ترنيمه ايه؟ امسك يا رب ايدي. نسمع جولينا وامسك يا رب ايدي. امسك يا رب ايدي زي بطرس زمان لما قرب يغرق مسكت ايديه حنان. امسك يا رب ايدي زي بطرس زمان لما قرب يغرق مسكت ايدي بحنان ورفعته وسط الموج واديته سلام وامان وانا زيه يا ربي. امسك ايدي كمان وانا زيه يا ربي. امسك ايدي كمان. الموج عليا عالي يخطف قلبي مني والريح يا رب شديدة وخايف نفسي تخني والمركب طالع نازل وصخور بتحطمني والمركب طالع نازل وصخور بتحطمني قول الموج يهدى وفي صدرك احضني قول الموج يهدى وفي صدرك احضني. الله الله الله. انا هدعو اصدقائنا اللي سمعوا جولينا دلوقتي انهم يبعتوا لنا تصويت يشوفوا هل هي فعلا تستحق انها تختار تبقى مرنمه ولا لا. وانا واثق انك هتنجحي في التصويت. اما تيجي بقى نشوف يعني زي ما هي صوتها حلو كده نشوف عندها معلومات حلوه ولا لا. جولينا سامع معانا؟ بص اتخضت هي عم اتخضتها فاجئتها. يلا فاجئناكي جولينا. احنا عندنا لعبه بنلعبها دايما في كل حلقه وهي لعبه المسابقه.
بتهيألي عارفاها صح؟ انت صاحبتنا قوي صاحبه البرنامج، اكيد بتتفرج علينا جنيه كتير وبتحضر معانا كمان حلقات، احنا بنحب ندعوها الحقيقه. احنا عندنا مجموعات من الاسئله كتير، عندنا 12 مجموعه من الاسئله يا جولينا، وكل اصحابنا يعرفوا مع بعض معانا المسابقه عشان هم كمان هيلعبوا بعد جولينا. 12 مجموعه من الاسئله، وكل مجموعه يا اولاد فيها كام سؤال؟ فيها خمس اسئله، خمس أسئلة. وكل سؤال بيساله واحد كام صحابنا. احنا بيلعب معانا ناس كتير على فكره، بيلعب معانا سمكه، بتلعب معايا، بيلعب معانا ارنب، بيلعب معانا قرد، وبتلعب معانا زرافه، واخر واحد بيلعب معانا اسد. اه دول الخمسه. ايه هو الخوف من اخر واحد ده مايك؟ وكل واحد بقى وقوته، يعني الاخير ده قوي شويه فممكن سؤالي يبقى قوي شويه، بس ده بيبقى اخر مجموعه، واللي يجاوب عليه الحقيقه يبقى كسب معانا. كل سؤال مدته 30 ثانيه، اما وشاره بيمسك الساعه 30 ثانيه بيحسبها لنا اول ما السؤال بيتسال، او اول ما الاجابه ينفع نجاوب عليها بعد ما السؤال يتسال، ويبقى عندنا الوقت عشان نلحق نجاوب فيه. نجاوب في 30 ثانيه ناخد النقطه بتاعتنا. جاهزين؟ جاهزين. يلا يا جولينا، احنا عندنا 12 مجموعه من الاسئله زي ما قلت لك، تختاري رقم مجموعه من 1 ل 12، تختاري كام؟ 8. 8 حلو خالص. اول مجموعه رقم 8، يلا بينا على المجموعه ونشوف اول سؤال. قلنا مين بيسال اول سؤال؟ السمكه. برافو عليك السمكه. يلا نشوف السمكه هتقول لك ايه يا جولينا. واما كل الذين قبلوه فاعطاهم نقط ان يصيروا اولاد الله روحا ولا فرحا ولا سلطانا. والوقت ابتدى يا جولينا. اي يا جولينا بنكملها، بتقول واما كل الذين قبلوا فأعطاهم روحا ولا فرحا ولا سلطانا أن يصيروا أولاد الله. روحا. كل الذين قبلوا، كل الناس اللي قبلوا ربنا اداهم ايه؟ اداهم روح ولا اداهم فرح ولا اداهم سلطان ان هم يبقوا أولاد الله؟ ركز قبل ما نجاوب. فرح روح فرح سلطان روح فرح سلطان روح روح. متأكدة؟ مش قوي جولينا، مش متأكدة قوي هي روح ولا مش روح، هي حاسة ان الله يدي روح فعلا لولاده. هي الآية بتقول لنا كده في يوحنا 1:12 تقول كده، أما الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. للأسف هارد لك يا جولينا، عايز أقفلها جامد قوي عشان كده. برافو، يعني برضو هي قدمت لنا موهبة رائعة جدا. الآية برضو كتير ممكن نتلخبط فيها، أنا بحس دايما الاختيارات بتلخبطنا، عشان كده بحب نبعد عن الاختيارات، نحاول نقول الآية لوحدها نلاقي إن إحنا عارفينها. أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، يوحنا 1 زي ما قلنا. كل أصحابنا مش هيغلطوا فيها زي ما جولينا كمان هتحفظها، اشتغلت فيها تاني. هارد لك يا جود. عايزين متسابق يكسب، فأنا يعني بقترح أقدم متسابق احتمال كبير إنه يكسب. ايه رايك الباش مهندس يوسف. الباش مهندس يوسف نسيم، ازيك يا باش مهندس؟ نتكلم في المايك. ازيك يا يوسف؟ ايه عندك كام سنه يا يوسف؟ 11 ونص. كام؟ 11 ونص. 11 ونص في السن ده يا مايكل ما يسيبوش شهر سريع. لا يعني يقولوا ممكن يبقى نفسه يكبر شويه كمان عن سنه. ممكن يقول لك 11 7 شهور حد يعني. سن معين بقى بنوصل ما بنكبرش بقى، بنصغر بقى. يعني نفضل مثلا 30 لمده 10 سنين وهكذا. يوسف انا بقول لانكل مايكل ان انت لو اتسابقت معاه هتكسب. تفتكر هتكسفني ولا هتكسب؟ يلا نجرب. يلا بينا. يلا يوسف انا مبسوط ان احنا بنتسابق عشان بنعرف معلومات. كسبت خسرت مش مهم، احنا بنحاول، بس احنا بننبسط قوي ان احنا نعرف معلومات جديده، نشط معلوماتنا كده. لو غلطنا مش هننسى تاني. ها يلا جاهز؟ عندنا 12 مجموعة من الأسئلة. طيب هي جولينا الحقيقة اختارت مجموعة رقم 8، فإحنا عندنا كل المجموعات موجودة ما عدا رقم 8. من 1 ل 12 تختار كام؟ 2. حلو خالص، اختار لنا رقم 2 يوسف. مجموعة رقم 2 فيها كام سؤال عارف يوسف؟ 4. فيها 4. لا فيها 5. دي فيها 4 اشمعنى يعني؟ زي باقي المجموعات كلهم فيهم 5، تيجي يعني مجموعة 2 لا هي فعلا فيها 5 أسئلة زي كل المجموعات التانية يا يوسف، وخمس أسئلة. أول واحدة دايما بتسألنا السؤال الأول اسمها السمكة. تعال نسمعها؟ يلا نشوف هتقول لك إيه. إن كان نقط معنا فمن علينا؟ أصحابنا ولا جيراننا ولا الله؟ والوقت ابتدى. إن كان نقط معنا فمن علينا؟ إن كان أصحابنا معنا فمن علينا؟ ولا إن كان جيراننا معنا فمن علينا؟ ولا إن كان الله معنا فمن علينا؟ الله.
كان الله معنا فمن علينا، مش مهم اي حد تاني. صح اجابتك صح يا يوسف، تعالى سقف جامد قوي شاطر. طبعا دي رساله معلمه ابو يوسف رومية صباح الثامن وايه 31. اجابتك صح بشكرك. سؤالنا الثاني بيساله لنا واحد طيب كده برضو وديع اسمه الارنب. جاهز نسمعه؟ يلا بينا على الارنب. تفتكروا يا صحابي لما يبقى في حد بيساعد كل الناس وما بيكرهش حد خالص بتكون صفته ايه؟ انه هو رحيم ولا انه معطي ولا انه محب؟ والوقت ابتدى. لو كان في شخص بيساعد كل الناس يا يوسف بيكرهش حد خالص، الشخص ده نقول عليه ايه؟ نقول عليه رحيم وهنقول عليه معطي وهنقول عليه محب. محب؟ محب عشان ما بيكرهش حد، بيحب كل الناس. جبتك صح، تعالى سقف جامد قوي ليوسف. شاطر برافو شاطر يوسف يا باش مهندس. يلا سؤالنا الثالث شخبطه لخبطه، بيحاول كده يعمل لنا شويه شقاوه، اسمه القرد. تعالى نشوف مع بعض القرد هيقول لك ايه. ما الصلاة التي تصلى في أعياد الغطاس والرصد وخميس العهد؟ التجنيز ولا اللقان ولا مسحة المرضى؟ والوقت ابتدى. في صلاة معينة بتتصلى في التلات مناسبات دول في السنة، تلات مناسبات. التلات مناسبات هما عيد الغطاس وعيد الرسل وخميس العهد. الصلاة دي اسمها ايه؟ التجنيز، صلاة التجنيز ولا صلاة اللقان ولا صلاة مسحة المرضى؟ مسحة المرضى. مسحة المرضى؟ لا مش مسحة المرضى. هي نقول له الاختيارات تاني؟ قول الاختيارات. التجنيز اللي ايه مسحة المرضى؟ انا مش متأكد قوي بس هي اللقان. مش متأكد قوي بس هي اللقان. اجابتك صح. سلام يا يوسف. ليه مش متأكد يا يوسف؟ عارف اللقان دي اللي هي ايه؟ اللي هي ابونا بيصلي فيها على الميه. عارف خميس العهد بنصلي على الميه صح؟ ابونا بيرشمنا وكمان في عيد الغطاس طبعا وفي عيد الرسل. مهمه قوي الصلاه دي ولازم نبقى عارفين الثلاث مناسبات اللي بتصلي فيها في السنه كلها. اللقان بيتصلى ثلاث مرات في السنه زي ما قلنا. طيب سؤالنا الرابع، وصلت لنا للرابع، عدينا الشقي، وصلنا للرابعه الطويله قوي اسمها الزرافه. تعالى نشوف تقول لك ايه؟ يلا نسمعها. ليه بيطلق على الذهب والفضة اسم المعادن الثمينة؟ لارتفاع أسعارها ولا لنظرة وجودها ولا لعدم تفاعلها مع البيئة المحيطة؟ والوقت ابتدى. بنقول على الذهب والفضة اسم كده اسمها المعادن الثمينة. ليه بنقول عليها ثمينة؟ عشان هي سعرها عالي غالية ولا عشان هي ندرة وجودها أو بنلاقيها قليل صعب نلاقيها يعني قليلة قوي ولا ان هي مش بتتعامل مع البيئه المحيطه بيها؟ يعني هي كده بتتفاعل ما بتتفع. انا قلت ايه؟ بتتفاعلش. انا اسف بتتعامل بتخصم لا يعني انا قلت غلط. لا ليه ما بتتعامل؟ قليله. ما بتتفاعلش مع البيئه المحيطه في اللي بيها. قليله عشان هي مش موجوده كتير. نادره يعني. مش عشان هي مثلا ما بتتفاعلش مع البيئه. لا لا عشان هي نادره. نادره. طيب يوسف قال لي عشان هي نادرة احنا عشان كده بنعتبرها معادن من المعادن الثمينة. هي الحقيقة بنقول عليها ثمينة علشان هي ما بتتفاعلش مع البيئة المحيطة بيها. عايز اقفله قوي، عايز اقفل يوسف قوي قوي قوي. سؤال مش سهل طبعا، الزرافة جاية بأسئلة صعبة شوية في آخر كده لازم يعني في شوية لخبطة وأسئلة صعبة شوية. يوسف السؤال كمان كان محير شوية عشان الذهب والفضة دايما حاجات غالية. حلو إن احنا برضو نعرف معلومة يعني فكرة طيب التفاعل بالبيئة دي حاجة مهمة نبقى عارفينها عن المعادن اللي بنتكلم عنها. حبايبي الحلوين دلوقتي هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني. استنوا هنا رايحين على فين؟ خليكوا ويانا يا حلوين. عم بشارة موجود ما مشيش كلها كام ثانية وراجعين. وير
رجعنا حبايبي الحلوين من الفاصل، مازال معانا اصدقائنا اللي منورينا في حلقه النهارده. ما تيجي نصحصحهم يا مايكل ونلعب. اول ما اقول اللعبه اللي انت بتحبها هتقول لي ايه؟ عروستي. عروستك، تعال لعبهم عروستك. يلا بينا. حلو عروستي، طبعا معلومات بنقولها انا وعم بشاره، كل ما تقول لنا عروستي نقول معلومه، تقول لنا عروستي نقول معلومه، ولو عرفوا يقولوا على طول، واللي يعرف منكم بسرعه بصوت عالي يقول من غير استئذان. يلا بينا عم بشاره نقول. سمعوني الاول عروستي. ايه عروستي. عايز اقول لكم ان احجامها مختلفه ورسوماتها متنوعه والوانها كتيره جدا جدا. لسه ما عرفتوش طبعا. عروستي يا جوج، ممكن تبقى صوف او حرير. عروستي منها ممكن يتعلق على الحيطه وممكن تبقى على الارض وعليها رسومات جميله وصور قديسين. الحيطه نفسها. عروستي يا جولينا، ها في منها يدوي ومنها اللي بيتعمل على مكنه. ال ايه القطن. عروستي يلا ماشي. نحطها في اوضتنا وبيبقى عليها رسومات كرتون واحيانا ميكي ماوس وصور. عروستي ماشي. في حاجه مهمه ما قلناهاش او قلناها نص نص كده، عم بشار قالها في النص، ان احنا ممكن نحطها على الارض، ده اللي عم بشار قال، بس احنا كمان ممكن ندوس عليها. بنمشي عليها. سجادة، برافو عليكم. برافو، سجادتين هنا، عندك سجادتين في الصار خالص. طبعا هي في الاخر وضحت لنا الدنيا، ممكن ندوس عليها او بنمشي عليها فعلا وهي السجادة، وزي ما قلنا بتحط على الحيطة، صح؟ مش ساعات بنشوف عليها رسومات حلوة، وساعات كمان صور قديسين بتبقى عاملة زي اللوح كده، ممكن برضه نحطها ونعلقها في حيطة على أوضتنا. هايل، شاطرين، عرفوها برضه. عرفوها، الحمد لله يا عم بشار. طب ما تيجي بقى. كرولوس كان في الفاصل عمال يقول لي عم بشار انا عايز اتسابق، عايز اتسابق. تعالى نخليه يتسابق. يلا كرولوس طبعا جايز. تعال خد المايك بسرعه، خد المايك من عم بشاره. يلا اهلا بيك يا كرولوس. انت كويس؟ عندك كام سنه؟ مش سامعك، مش سامعينك، لازم تتكلم في المايك. داخل في ال 13. داخل في ال 13. حلو حلو، كبير يعني وشاطر كيلو. واكيد عنده معلومات حلوه خالص. يلا بينا يا كيرو، عندنا 12 مجموعه من الاسئله، هنتسابق مع بعض، بس انت تختار لي رقم مجموعه. هنشيل رقم 2 ورقم 8 عشان ما مش موجودين معانا تاني، خلاص اخترناهم. 10. 10، يلا بينا يا كرولوس على مجموعه رقم 10. وفيها كام سؤال دي يا كرولوس؟ عارف؟ 5. فيها 5 اسئله، ومين اول سؤال؟ السمكه. بتسأله السمكه، تعال نشوف السمكه هتقول لك ايه. لك نقط والمجد والبركة والعزة إلى الأبد، القوة ولا التعظيم ولا الفخر؟ والوقت ابتدى يا كرولوس. القوة. لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد، آمين. دي إيه دي؟ سكتتي جوم؟ صح؟ مش هي سكتتي جوم؟ طبعا إجابة صح. تعالوا نسأل جامد جدا، برافو عليك، شاطر يا كرولوس. هو الإعلام بنحفظها كويس قوي، صعب قوي. أنا بحب استناها بالسنة. لحن جميل بتاع البسخ. يلا نشوف سؤالنا التاني، هيسأله لنا الوديع الطيب اسمه إيه؟ الأرنب. الأرنب، تعال نسمعه نشوف يقول لك إيه. حد يعرف يا صحابي زوجة شمشون كان اسمها إيه؟ سفيرة ولا ليئة ولا دليلة؟ والوقت ابتدى. زوجة شمشون، جوزها شمشون، كان اسمها ايه؟ سفيرة ولا ليئة ولا دليلة؟ دليلة. دليلة، إجابة صح طبعا. عايز أفهم قوي، شاطر يا كرولوس. وصلنا للشاي بتاعنا اللي اسمه القرد، نسمع هيقول لك ايه. يلا. الذي يظهر على أوراق الشجر في الصباح؟ عصافير؟ ندى؟ حشرات؟ والوقت ابتدى. عصافير. سهلة قوي دي، حاجة بتظهر على الشجر، على أوراق الشجر، بتبقى في الصبح بدري قوي، اسمها إيه؟ اسمها العصافير ولا الندى ولا الحشرات؟ الندى. الندى مش عصافير. العصافير بتكون طارد خلاص. العصافير بتبقى طارد، لكن الندى هو اللي بنشوفه في الصبح قوي بدري. طبعا اجابتك صح، تعالوا نسأل جامد قوي يا كرولوس. بركه.
طبعا مقصود على ورق الشجر، يعني بتبقى كده زي مبلوله كده نقط خفيفه من وقت الصبح بتبقى مترسبه على ورق الشجر واسمها الندى. برافو عليك. سؤالنا الرابع طويله جدا اسمها الزرافه، هتيجي تسالي السؤال ده؟ تعال نسمع منها هتقول لك ايه. حنا وفنانة كانوا زوجات لراجل واحد اسمه ايه؟ القانا ولا يواقيم ولا موسى؟ والوقت ابتدى. حنا وفنانة كانوا زوجتين لرجل واحد، مين الشخص ده؟ القانا ولا يواقيم ولا موسى؟ يواقيم. يواقيم. حنا وفنانة كانوا زوجتين لرجل واحد كان هو القانا. للأسف معلش كتير نتلخبط في الأسماء بالذات العهد القديم والعلاقات بينهم بين الأشخاص وأسمائهم. عايز أشكرك قوي يا كرولوس، عايز أقفله جامد وأشجعه برضو على مشارك، هو شاطر ومشي كويس ووصل معانا السؤال شوية طبعا دخلنا في الأسئلة الصعبة الأخيرة دي، لازم تبقى غلسة شوية عشان تورينا أصحابنا كده ونتعلم معلومات حلوة جديدة معاهم. برافو يا كرولوس، هرد لك مرة تانية. مارينا عايزة تقول لنا ترنيمة صغيرة كده ونتعرف على موهبتك. خد المايك يا مارينا. يا مارينا أمورة. ازيك يا مارينا؟ نتكلم في المايك. كويسة. عندي كام سنة؟ 6 سنين. 6 سنين هاي. يلا هتسمعينا ترنيمة ايه؟ الناس لما شافوكي. ايه؟ الناس لما شافوكي. يلا بينا نسمع مارينا. الناس لما شافوكي على القبة عرفوكي، هتفوا قالوا يا مريم علشان بيحبوكي، هتفوا قالوا يا مريم علشان بيحبوكي. ادي الناس بدأت تتجمع من فرحة عيونهم بالدمع، ادي الناس بدأت تتجمع من الفرحة عيونهم بالدمع، شافوا النور قالوا ظهور، شافوا النور قالوا ظهور، رنموا ومدحوكي، رنموا ومدحوكي. الناس لما شافوكي عالقبة عرفوكي، هتفوا قالوا يا ماريا علشان بيحبوكي، هتفوا قالوا يا مريم علشان بيحبوكي. أصل يسوع ملك السماوات، إله أحياء مش أموات، أصل يسوع ملك السماوات، إله أحياء مش أموات، وانتي في مجده فرحانة عنده، وانتي في مجده فرحانة عنده، رنموا ومدحوكي، رنموا ومدحوكي. برافو، هايلة هايلة يا مارينا. سقف جامد يا مايكل. مايكل خلي المايك جنبك يا مايكل، وتعالى بقى ايه قبل ما الوقت يجري بينا اللعبه اللي انا بقى بحبها اللي كلها سسبنس. السلم والتعبان. دي لعبه جميله قوي فيها حركه كده ونشاط يا عم مشرق. طلع اتنين بقى يلعبوا معايا. انا هختار من عندنا يوسف، وانت تختار مين من عندك. ماشي، انا اختار مريم. مارينا. انا مريم. طيب. مارينا صح؟ مارينا. 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 مارينا اسف. يلا يوسف ومارينا، يلا بينا مارينا ويوسف بسرعه اقفوا عند رقم واحد او قبل رقم واحد هنا. يلا نبتدي بمارينا. مارينا امسكي الزهرتين دول. ايوه مسكيهم كده، يلا ورميهم بالراحه كده لقدام مع بعض، تعالى نشوف هيدونا رقم كام. اتنين مع بعض. مع بعض. اتنين مع بعض. ايوه برافو يا مارينا. 5 و2 7. 7. تعالى نوصل في رقم 7 هنا الخضره دي. يلا رقم 7. شاطره يا مارينا، برافو. اقفي جوه رقم 7. اقفي جوه المربع الاخضر ده. يلا ويوسف هنشوف هيعمل ايه الباشمهندس ده. 5. ايوه في رقم 5. 5. حلو خالص، يبقى 5 و7. تمام مارينا جاهزه؟ يلا 6 و4 10. لا خلاص مش مشكله هنمشي 10. يلا 1 2 3 4 5 5. لا تعالي هنا 5. 5 6 7 8 9 10. بس حلو خالص. هو مين ابتدى يا مايكل؟
مارينا ابتدت. مارينا طبعا. واحد واحد باتنين، يلا نمشي. مين. واحد روحنا رقم تمانية وهي هو كان في كام يا مايكل؟ كان في خمسة. كان في خمسة خسارة، كان هيطلع طلع حلو قوي. كل واحد رميتين يا مايكل عشان الوقت. يلا رميتين من اول دلوقتي. يلا بينا. يلا مارينا. يلا مارينا. بس مارينا قوية ازاي؟ راحت عند الجيران الظهر. تلاتة واتنين خمسة. يلا عدي خمسة. عدي خمسة. خمسة. لا تعالي هنا. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. عند 22 يا مارينا. شاطر. يلا بسرعة نجيب الزهر تاني. يلا يوسف وصلت لكام؟ عايزين بقى رقم كبير عشان نطلع شوية. خمسة وخمسة حلو. عشرة. يلا نطلع عشرة. واحد اطلع على طول على 17. خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. لسه مفيش أي سلالم. يلا يا مارينا. دي تاني. ثلاثة واحد أربعة. يلا اتفضلي. يلا واحد اتنين تلاتة أربعة. تعالي عند الخضرة دي يا مارينا. يلا يوسف اخر رميه كام؟ ستة. يلا عد ستة كده. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. تلاتة وعشرين. وكده يبقى فازت مارينا. ستة وعشرين. برافو. سعفوا لمارينا. يلا بسرعة رجعوا. بس يا مارينا رجعوا بسرعة رجعوا مكانه صدار خيلين. ختام حلو النشاط برضو ولعب السلم والتعبان. جميل. انا بحب السلم والتعبان. في حركة كده. عايز العبها معاك مرة. هنلعب مع بعض يا عم شرف. هتتغلب. احنا بقى هنختم ونلعب انا وانت. عايزين نعرف يا مايكل مين اللي فاز معانا النهارده. النهارده الحقيقه يا عم شرف ما حدش كسب معانا في المسابقه، يعني بالرغم من ان احنا خدنا مسابقه حلوه واسئله كلها جميله وتعلمنا كلام كتير، بس للاسف ما حدش كسب معانا. بس كسبنا وجودهم معانا، كسبنا مشاركتهم، استمتعنا كمان بمواهبهم. واللي فاضل دلوقتي اننا نقول الايه بتاعتنا النهارده، والآية من رسالة سالونيكي الأولى إصحاح الخامس عدد 14 بتقول: شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. حبايبي بالآية بتاعتنا النهاردة بيكون وقت حلقتنا خلص، إنما التواصل معاكم أتمنى ما يخلصش. تواصلوا معنا على وسائل الاتصال بتاعتنا المتعددة، نحب نعرف آراءكم ومقترحاتكم. ابعتوا لنا صوركم عليها اسمكم وتاريخ ميلادكم علشان نحتفل سوا ونقول لكم هابي بيرثداي. الوقت خلص يا مايكل. فرحنا جدا جدا كرولوس ومارينا وجولينا والبشمهندس يوسف، الحقيقه كلهم فرحونا، ويعني النهارده كان يوم مختلف بوجودهم. يا رب كل اللي كمان يتفرجوا علينا النهارده يكونوا هم كمان انبسطوا واستمتعوا بالمعلومات وباللعب والشقاوه اللي حاولنا نعملهم معاها النهارده في الاستوديو. النهارده نديهم حاجه حلوه صغيره من عم بشاره ونشوفكم الحلقه الجايه. ودلوقتي نقول لكم ايه؟ باي باي, باي, باي. تعالوا خدوا بونبوني. أنا مبسوط علشان نجار زي القديس يوسف البار، يوميا بعمل صلبان بخشبة وخشبة ومسمار. أنا مبسوط علشان نجار زي القديس يوسف البار، يوميا بعمل صلبان بخشبة وخشبة ومسمار. رايح فين؟ ماشي استنوني المرة الجاية. باي يا حبايب عمو بشارة. لسه بدري يا عمو بشارة، خليك شوية خليك شوية.